استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة الدكتور أمابيل أجيلوس مبعوث فخامة رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وبحث سموه معه مجالات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وخلال اللقاء نقل الدكتور أمابيل أجيلوس لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس الفلبيني بنينو أكينو الثالث وتمنياته لسموه بموفور الصحة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بمسار العلاقات البحرينية الفلبينية وما وصلت إليه من مستويات متطورة انعكست إيجابيا على حجم التعاون الثنائي بين البلدين، منوها سموه بما يربط بين البلدين الصديقين من تفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد سموه حرص مملكة البحرين على استمرار تبني المبادرات التي تكفل الارتقاء بأواصر التعاون الثنائي مع جمهورية الفلبين وتوطيدها في ظل ما يجمع بين البلدين الصديقين من علاقات متميزة وحرص متبادل على الوصول بالتعاون بينهما إلى آفاق أكثر رحابة. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تقدر عاليا الجهود التي تقوم بها الجالية الفلبينية في دعم أسس البناء والنهضة التي تشهدها المملكة وما يتميز به أبناء الجالية الفلبينية من خبرة وكفاءة. وكلف سموه الدكتور أجيلوس بنقل تحياته إلى الرئيس الفلبيني وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الفلبيني التقدم والازدهار. من جانبه أشاد مبعوث رئيس الفلبين بحرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين على كافة المستويات، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير وتنمية علاقاتها مع مملكة البحرين بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين، منوها بالرعاية والاهتمام التي تجدها الجالية الفلبينية من الحكومة ومن المسؤولين بالمملكة.